السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نشاهده الآن أهرامات الجيزة الثلاثة، وهي من عجائب الدنيا السبع والتي ما زالت قائمة حتى الآن، وهي أهرامات خوفو خفرع منقورع بالجيزة مصر، ويحرص جميع زوار جمهورية مصر العربية بزيارة أهرامات الجيزة وكذا المتحف المصري وما تزخر به مصر من معالم. والحقيقة أننا ونحن في مقتبل العمر وعندما شاهدنا الأهرامات أحسسنا بالرهبة من شموخ الأهرامات وارتفاعها وعظمة المصريون القدماء الذين شاركوا في هذا البناء الساحر العظيم. أهرامات الجيزة ليس لها مثيل في العالم. نعم، زيارة أهرامات الجيزة بالنسبة لي أوقات لا تنسى، ولقد أثارت الأهرامات المصرية اللغز والحيرة عبر التاريخ. يتساءل البعض كيف بنيت هذه الأهرامات، وهناك نظريات عديدة حول بناء الأهرامات. بعض هذه النظريات خاطئ، لأنه يريد أن ينزع ملكية الأهرامات عن المصريون، سواء المصريين القدماء أو المصريين المحدثين. والحمد لله، الأبحاث العلمية المبنية على ما أظهرته أعمال الحفائر والكشوف الحديثة بمنطقة الجيزة بمصر أوضحت بما ما يؤكد بلا شك أو جدال أن مصر القديم هو صاحب هذا الإبداع المعماري العظيم. المصري هو المهندس، هو المشيد، هو العامل الذي أبدع الأهرامات المصرية. نعم، تم العثور على كشفين مهمين في منطقة الأهرامات بالجيزة. الكشف الأول مساكن العمال الذين بنوا الأهرامات، الكشف الآخر للجبانات الخاصة بهؤلاء العمال. هؤلاء العمال المصريون اجتهدوا في بناء بيت الآخرة لملكهم المقدس. والمؤرخ الإغريقي هيدروت عندما قام بزيارة مصر في القرن الخامس قبل الميلاد أخبره الكهنة المصريون إن 100,000 عامل مصري قد كدحوا لمدة 20 عاما لبناء الهرم الأكبر اللي هو هرم خوف. لذلك فلابد أنه كانت هناك بالجيزة ترتيبات هائلة لمدة لا تقل عن 67 عاما، وهي مجموع الحد الأدنى لطول كل من فترة حكم خوفو وخفرع ومنقورع اللي احنا بنقول عليه منقرع. وبالطبع نظام كهذا كان سيتطلب الإمدادات الغذائية والإنتاجية وخامات البناء مثل الأحجار والأخشاب والمعادن وترتيبات أخرى لتخزين الطعام والوقود والإمدادات الأخرى وكذلك تسكين العمال. نعم، تحدثنا ونحن نتحدث عن أهرامات الجيزة عن تسكين العمال وعائلاتهم والكهنة المسؤولين عن الخدمة في المعابد. هذه المعابد التي استمرت مستخدمة حتى بعد انتهاء مرحلة بناء الأهرامات. وكذلك تطلب بناء الأهرام وجود جبانة للعمال الذين قد يموتون أثناء العمل في بناء المجموعة الهرمية اللي هي هرم خوف وخفرع ومنقرع. وهناك علماء متخصصون في دراسة مساكن العمال الذين بنوا الأهرامات. ولا يستطيع ما أكدته صور النقوش التي عثر عليها في منطقة الأهرامات أن البناه المشاركين في بناء الأهرامات ربما كانوا يعملون على مدار العام في موقع بناء الهرم، وقد كان المزارعون القادمون من القرى المصرية يتناوبون على القوة العاملة الأساسية في بناء الأهرامات، وذلك على شكل جماعات لها أسماء خاصة بها مثل جماعة أصدقاء خوفو وغيرها. وقد قسمت كل جماعة إلى مجموعات ذات أسماء مختلفة. كل ذلك يؤكد أن بناة أهرامات الجيزة كان يعتبر بحق أو بناء أهرامات الجيزة
كان يعتبر بحق مشروعا اجتماعيا مصورا. نمضي في رحلتنا التسجيلية الفوتوغرافية لمصر، ونمضي بخواطرنا وانطباعاتنا إلى مجموعة من الصور النادرة التي تمثل أهرامات الجيزة، تلك الصروح الهائلة، وهذه الصور تنبض بجو أسطوري معبر عن عجائب العالم القديم. ويقول الكاتب الرحالة الفرنسي في وقفته التأملية الصافية المهيبة أمام أهرامات الجيزة، يقول: ليست ثمة منظر في العالم كله يفوق هذا المنظر سحرا وجمالا وتنوعا وتأثيرا، إنه يسمو بالروح ويحضها بقوة على التأمل. وأمام أهرامات الجيزة يركض تمثال أبو الهول بوجهه